بس الواحد يكون نايم ومشخر اذا سفرتوله بفيق من النوم. الظاهر بدي استعمل طريقة تانية مشان نفيق رولا اليوم. خلونا نشوف شو في عنا اليوم بعالم الصباح وارجعوا لنا بسرعة. بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن. روى بتجاوب على اتصالاتكم وبتعطيكم آخر أخبار الصحة بالعالم على صحة السلامة. كارلا بتعطينا الحلول حتى نتخطى النفور من الحليب ونستفيد منه بخفيف نظيف. وقفة خاصة مع دكتور ألفريد كرام وبروبيوتيك بلس. كندا بتتلقى اتصالات المشاهدين وبتجاوب على الأسئلة بأرض ورد. انفصال الأهل المفاجئ وتأثيره على الولاد موضوع مايا بولادة بالدنيا. أهم أخبار الفنانين والمشاهير مع ميلاد بناس وناس. مع أو ضد عقوبة الإعدام، مواجهة بين تانيا وضيفة بخلينا نحكي، ورشة ملح مع الشيف شادي على يخنة البطاطا مع مكعبات اللحمة. رولا ولو ليك عمالك شوية صغيرة. شو؟ طب قدمي كارمن والأبراج ورجعي نهيمي. ليه بلشت الحلقة؟ بلشت الحلقة. عن جد صرنا فقرة الأبراج. أوكي، مثل العادة نحن أول فقرة بعالم الصباح نبديها مع كارمن والأبراج لنشوف حظوظنا لليوم. صباحكم بالخير. اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني نوفمبر، يوم القمر مرافقنا من برج هوائي برج الجوزاء، واخيرا صار في بعض الراحه عند مواليد الابراج الهوائيه الجوزاء الميزان وايضا مواليد برج الدلو. كيف رح بيكون نهارنا؟ خلونا نبدا اول برج الحمل. بترتاح اكيد اليوم بوجود القمر برج الجوزاء لانه برج صديق لك. الطاقه الفلكيه اليوم بتكون حلوه، مسهله، بتيسر امورك وبتسمح لك انك تتنقل وتتواصل بشكل ايجابي كثير حلو مع الاخرين. لكن بيبقى الكلمه يلي بتنبه مواليد 30 31 اذار مارس، انتبهوا من تغييرات كثير كبيره مقبله صوبكم. بننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور ضروري بهالفترة هاي، بما أنه القمر موجود برج الجوزاء 3 أيام، ضروري بهالفترة أنك تنتبه على مصرياتك، على حساباتك. يمكن تضطر بهالثلاث أيام تعمل إعادة للحسابات، إعادة قراءة للمصروف. يمكن في عندك غربلة لبعض المشاريع أيضا، انتبه من الخسائر أيضا. وإذا أنت طالب انتبه أيضا ما تروح على امتحاناتك منك جاهز لأن فترة تقييم، انتبه لهالنقطة هاي، خاصة إذا كنت من مواليد 5، 6، و7 أيار مايو. منكمل مع برج الجوزاء. اليوم وبكرة وأيضا بعد بكرة القمر موجود ببرجك. الشمس بهالفترة من السنة موجود البيت السادس، بيت الصحة، بيت الشكل، كيف نحن منطل عن الناس، وأيضا ببيت العمل المهني. في احتمال بهالثلاث أيام مولود برج الجوزاء كل شيء يشيله على جنب ويطلع بخلاصة بعبرة معينة أو بقرار. هالقصة يمكن تاخد 2.5 يومين لحتى توصلها، لكن بالنتيجة في قرار، في صفحة جديدة رح توصلها ورح بتكون كتير مبسوط فيها. بيبقى الأنشط اليوم هو مولود شهر أيار مايو. بننتقل لبرج السرطان. بيدخل مولود برج السرطان بمرحلة ركود. اليوم وبكرة ونهار الأربعاء الظهر القمر بيكون ببرج الجوزاء، وبالتالي كل هالفترة بتحس حالك أنه ما عم تعمل شيء، بتحس حالك أنه ما عم تتقدم. بتعمل شغلة بيرجعوا بيردوا لك إياها للتصحيح أو لحتى ترجع تعيدها، أو يمكن لأنه عملتها غلط وما بقى في مجال تصححها وبالتالي خيبة أمل. فانتبه بهاليومين النص مولود برج السرطان، أحسن شيء بتعمله بتستريح وبتبعد عن المشاكل كليا. وبعتبر المولود يلي عنده حظوظ أكثر من غيره 7، 8، و9 تموز يوليو. بننتقل لبرج الأسد. مولود برج الأسد نهارك اليوم حلو، لطيف، ملطف للأجواء اللي كانت فعلا صعبة باليومين الماضيين. اليوم في صديق، في زميل، أو في شخص غريب بيساعدك. اليوم نهار كتير حلو لحتى أنت تتبنى عقيدة معينة، فكرة معينة، قضية معينة وتحط حالك فيها وتدافع عنها. بعتبر المولود الأكثر تعبا 7، 8، و9 آب أغسطس. بننتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء المسؤولية كبيرة، عندك يمكن امتحان إذا منك محضر له بتحس حالك إنه فعلا أنت بحالة من الهلع، بتنزعج وبتتضايق لأنه عارف إنه قديش مهم هالامتحان أو هالظرف الموجود اليوم المهني أو الاجتماعي.
اليوم مولود برج العذراء ضروري يكون حاضر فكريا وجسديا لحتى تتقدم، ومطلوب الحذر لمواليد 11 ل 14 ايلول سبتمبر، كونوا حذرين، تجنبوا السرعه والمجازفه كليا. ننتقل لبرج الميزان. الجو ايجابي وحلو لمولود برج الميزان، واخيرا القمر موجود ببرج صديق لك، بتحس حالك منفتح، بتحس حالك منشرح، بتحس حالك انه مدعوم، والظروف مسهلت لك امورك وعم تمشي وعم توصل بسرعه نحو الهدف. من الايام الحلوه بهذا الشهر، فما توقف مكتف ايديك، مش بس اليوم، بكره ايضا. وبعتبر المولود الانشط هو 9 ل 12 اكتوبر تشرين الاول. بنكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب ما تزعل اذا شخص قال لك انه منه موافق ابدا مع افكارك، رايه مش من رايك، ما تزعل. يمكن هيدي الفتره بتخليك تتعلم كيف تتكيف مع الظروف وكيف بتتنازل لما في ظرف بيكون اقوى منك. هيدي فتره جيده لحتى انت تناقش ايضا مسائل اداريه ماليه ومصرفيه واستشفائيه ايضا. وبعتبر الاكثر حظا 12 13 نوفمبر تشرين الثاني. بنكمل مع برج القوس. نبهتك امبارح مولود برج القوس انه هالاسبوع رح بيكون شوي طويل وشوي مزعج، الجو اليوم يمكن يحطك وجها لوجه امام منافس، امام خصم شرس، يعني اليوم نهار مزعج جدا، ومطلوب من مولود برج القوس يقعد عاقل يتضبضب وما كثير يوجه ملاحظات شمال ويمين. اليوم ضروري تخلي ملاحظاتك لإلك، عندك طاقة كثير كبيرة لكن يمكن هالطاقة تجرفك وتنجرف وراها نحو الهاوية. انتبه من المشاكل، من القطيعة، من الجفا. والأكثر تعبا رح بيكون اليوم مواليد شهر نوفمبر تشرين الثاني. ننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي شغلك ما رح يكتمل، ما رح يكون بيرفكت اذا ما حطيت ايدك بايد شخص، يعني حدا لازم يساعدك، حدا لازم يدلك على الطريق، او حدا لازم يحط ايده معك لتقدر تخلص الشغل على الوقت. نهار متعب مرهق ان كان صحيا ايضا، اليوم ضروري تاخذ استشاره وتنتبه اكثر لصحتك. بيبقى المولود اللي عنده حظوظ من كوكب فينوس الزهره هو مولود 2 3 و4 يناير كانون الثاني. بنكمل مع برج الدلو. انفراجات قد ما بدك، مش بس اليوم، بكرة أيضا. الجو اليوم حلو مطمئن، بيحمل فرحة، بيحمل مصالحة، بيحمل خبر سار من بعد ما تعذبت يومين. اليوم الإيجابيات موجودة، ويمكن اليوم يكون من أجمل الأيام إذا أنت مقدم طلب وناطر جواب. بيبقى المولود الأوفر حظا هو كانون الثاني يناير. بننتقل لبرج الحوت. أحلى شيء بيعمله اليوم مولود برج الحوت إنه ما كتير يكبر مشاريعه، وإذا كبرت مشاريعك ضروري يكون انكلودد موجود بهالمشروع أشخاص أنت معود عليهم، بتحبهم وبتعرف على العمياني كيف بيشتغلوا. اليوم نهار ما خرجت تتفلسف، ما خرجت تغير، اليوم نهار حلو تكون موجود بأجواء بتعرفها مألوفة سهلة وما تعقد حياتك. ليش؟ لأنه اليوم نهار بتكون أنت شوي مودي فيه، بكون طباعك شوي متقلبة، مش بالضرورة أبدا يكون نهار سلبي. وبعتبر الأكثر حظا 5 6 7 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. مولود اليوم بانتظاره سنة جيدة، سنة حلوة لا بأس بها، مع أنه سحر رح بيكون مرافقك مدار هالسنة، وبالتالي في عندك ضغوط كتير كبيرة، لكن أكثر الأضواء رح بتكون مسلطة على معاملة كانت إرثية، إن كانت إدارية مصرفية أو حتى استشفائية ضروري تشتغل عليها. شهر تشرين الثاني نوفمبر، أدار مارس، ثم تموز يوليو، هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. شكرا لك كارمن. بس لحظة قبل ما نكفي عالم الصباح، اللي بعد عنده شوي مش عم يبدأ. شاف؟ نعم. أنا كنت نايمة، كنت عم شنخر شوي ولا لا؟ سافا؟ هو شخرة ولا شنخرة؟ استشخرة. انت الاثنين عندك اياهم؟ استشخرة. مش انت بتشخري هيك بالبيت؟ بتشخري هيك بالبيت؟ ما بعرف، بس انه هيك دائما بتسأل اذا انا بشخر ام ما بشخر. لانه ليكي اللي عنده عادة الشنخرة كان في ولا لا؟ اول مصيبة عنده انه ما بيلاقي عريس. اه هيدي انتبهي لها. طب لكن ما تقول اذا لا بس قولي لاهلك بالبيت انه يصوفروا لك انت عم تشخري،
ليش؟ لانه ممكن توقفي الشخير انت ونايمه، هيك بيقول. ما بوعى بس بس هيك بتوقفي. طيب ماما ضل امك تصوفري كل الليل، صوفري لي من اوضه لاوضه. طيب اوكي، شكرا شيف على المعلومه. قبل ما نكفي عالم الصباح، خليني اقول لكم صباح الخير عن جد بطريقه محترمه. اليوم تنين 18 تشرين الثاني 2013، فقرات عديده ومنوعه رح نترافق معكم فيها خلال 3 ساعات على الهواء بهيدا النهار الحلو. مع روى ما تنسوا بعد الاعلان رح نحكي عن جد عن الشنخره، ولكن بطريقه طبيه وعلميه اكثر، ونحكي عن تفاصيل بتهم هيدا الموضوع. وكمان في سؤال طرحته على الفيسبوك لكل الاشخاص اللي عبالهم يتواصلوا معي عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي عم يقطعوا على الشاشه، اذا فيكم على صفحه الفيسبوك www.facebook.com/alam.alsabah، وكمان على صفحه تويتر @alamalsabah، واذا بدكم تشوفوا الحلقات اللي سبقت futuretvnetwork.com. اما السؤال اللي سالته على الفيسبوك بتمنى انكم تشاركوني فيه، بعرف انه كثير او يمكن ثلاث ارباع العالم ما بيحبوا نهار التنين، بما انه ببدايه اسبوع جديد وبكون العالم كلها سهرانه بالويك اند او مرتاحه ومثل ما بيقولوا مصيفه، ف رح يبلشوا بالشغل. هلا انا لو ما بحبكم ما بجي هالقد مبسوطه، بس انه نعسانه شو بعمل، لازم انه شوي ارتاح زياده. على كل حال، شو بيزعجكم اكثر شيء بنهار التنين، وكيف بتجربوا تقطعوا هالنهار اذا بيقطع معي؟ مش دائما بيقطع. على كل حال جاوبوني، نتوقف مع اول فاصل اعلاني ونرجع لكم بعد شوي.